إعادة النظر في الدعم الاجتماعي ومنح تحفيزات جديدة لصالح المؤسسات الاقتصادية من أبرز المحاور التي تم تناولها خلال يوم إعلامي جمع مسؤولين في الإدارات المركزية للضرائب والجمارك بهدف إطلاع المتعاملين الاقتصاديين على الأحكام الجديدة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2022. جاء الوقت أين المؤسسة الاقتصادية هي اللي تكون ما يسمى رأس القطار التنمية الوطنية. إلى حد الآن ما زالت الدولة عن طريق ما يسمى بالـ La commande publique aujourd'hui constitue un vecteur de croissance économique de l'État. Mais à un moment et à un autre, il va falloir لازم المؤسسة الاقتصادية تأخذ مكان الدولة. المتعاملون الاقتصاديون أبدوا ارتياحهم للتدابير الجبائية والميزانية التي نص عليها قانون المالية الجديد آملين بالتعجيل بها. On constate à travers cette nouvelle loi de finances 2022 pas mal d'avantages fiscaux en matière, c'est-à-dire de promouvoir la production et l'exportation. Ce qu'on souhaite aussi, c'est-à-dire d'accélérer l'application de ces 10 lois, et parce qu'on constate vraiment un retard ou bien la non-communication et, c'est-à-dire, et des procédés d'application. Par contre, il y a beaucoup d'avantages, et on est dans cette démarche de, c'est-à-dire de promouvoir la production et l'exportation afin de conquérir de nouveaux marchés et la création de la valeur. إجراءات عديدة وإصلاحات جبائية تضمنها قانون المالية الجديد بهدف تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر وتشجيع الاستثمار.